شو رأيك بالانتخابات التركية؟ شو بتوقع يكون نتيجة الانتخابات التركية؟ والله بتوقع إن شاء الله تعالى رح يكون فوز رجب طيب أردوغان، كونه هو يعني الممثل عن حزب العدالة والتنمية. رجب طيب أردوغان يعني قدم نهضة اقتصادية كبيرة للبلد، ورح يكون يعني إن شاء الله موقف يعني كسوريين وكأتراك بتوقع أنه يكون له نسبة مليحة نجاح عليه إن شاء الله تعالى. هلا هون الانتخابات بتركيا معروفة، يعني دولة ديمقراطية وانتخابات إن شاء الله راح تكون نزيهة. التخوفات يعني معظمها هي من فوز المعارضة، كونه في شوية هيك أقاويل أنه بدهم يطردوا السوريين، فالتخوف من هالشيء هذا. والله أول شيء يعني لمصلحة السوريين نحن قاعدين هون في تركيا، يعني مثل ما بيقولوا ما في مضايقات، معززين مكرمين عم نشتغل وحقوقنا كلها أخدينا، غير الدول الباقي كلياتها في مضايقات للسوريين، هون عيطينا حقوقنا كلياتها على أكمل وجه مثل ما بيقولوا، ومرتاحين يعني إن الأريحية يعني في قيادة رجب طيب أردوغان. هلا لا شك إذا لا سمح الله فاز أحد الأحزاب المعارضة للسيد الرئيس أردوغان ما راح يكون الوضع مريح موجب التوعدات اللي عم يقدموها والتصريحات السابقة لفوزهم، فإن شاء الله نحن متفائلين بشكل كبير بفوز السيد أردوغان بإذن الله. يعني كسوريين في عندنا بعض التخوف، ويعني وإن شاء الله هي فترة وبتعدي ونحن بندعم يعني حزب العدالة والتنمية. يعني في تخوف بس بقى نحن بما انه مطمنين لحزب العداله، يعني هو يعني عم بيحقق اكثر شعبيه يعني مع السوريين وبين الاتراك، لذلك ما انا متخوفين من باقي المعارضه الباقين، لانه هذا صوت اعلامي او يعني هن دعايه اعلاميه فقط على ما اظن.